الثورة الأوكرانية، حيث تحركت عربات مدرعة وشاحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على طول الطريق بالقرب من قرية باخموت في منطقة دونيتسك. وأفادت السلطات الأوكرانية أن روسيا كانت تقصف طريق ليستشانسك باخموت لتطويق القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. قبل ذلك أعلن المتحدث باسم القوات الشيشانية في لوغانسك السيطرة الكاملة على مدينة سيفرودونيتسك الأوكرانية، وأكد في رسالة مصورة أن الهدف التالي للقوات الشيشانية هو السيطرة على مدينة ليستشانسك. أعلن لكم اليوم سيطرتنا الكاملة على مدينة سيفرودونيتسك، ويسرني أن أقول لكم أن الأحياء السكنية تخضع لسيطرتنا بنسبة 100%، ونتخذ كافة الإجراءات لتطهير المدينة من باقي القوات الأوكرانية التي كانت موجودة بها. لدينا الآن مهمة أخرى، وهي التوجه إلى مدينة ليستشانسك حتى نتم المهمة التي جئنا من أجلها، وهي تحرير هذه المدن من الفاشية والنازية. هذه الأحاديث الروسية ترافقت مع ما قاله الجيش الأوكراني، الذي أكد أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية باستخدام الصواريخ والمدفعية بشكل نشط باتجاه دونيتسك. في اتجاه دونيتسك يقوم العدو بعمليات هجومية يستخدم فيها القوات والصواريخ والمدفعية والحرب الإلكترونية بشكل نشط، كما زادت كثافة استخدام الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش. وفي منطقة ليمان يقوم العدو بتعزيز وحداته، كما استخدم الطائرات الهجومية بالقرب من ديبروفا، كما يحاول الحصول على موطئ قدم في منطقة مدينة ليمان. وفي اتجاه سيفردونيتسك نفذت عمليات هجومية في محيط المدينة بدعم من المدفعية. وفي منطقة بوبروفا بمدينة سيفردونيتسك تكبد العدو خسائر وتراجع إلى مواقع محتلة سابقا. لكن دعونا نلقي نظرة على تطورات في شرق أوكرانيا. القوات الروسية تحاول تشديد الطوق على منطقة دونباس هنا، وخاصة في أكبر مدنها سيفرودونيتسك، حيث تحاول روسيا اقتحامها بالكامل وفقا لأوكرانيا، وعلى بعد نحو 60 كيلومترا من سيفرودونيتسك، حيث مدينة ليمان الاستراتيجية في دونيتسك. أيضا أعلنت موسكو والانفصاليون الموالون لها سيطرتها الكاملة على المدينة. مدينة ليمان تعد مركزا رئيسيا للسكة الحديدية غربي سيفرودونيتسك، كما دكت المدفعية الروسية كذلك طريق ليستشانسك إلى باخموت في منطقة دونيتسك، والذي يتعين على روسيا السيطرة عليه على هذه الطريق إذن لتطويق القوات الأوكرانية. وفي حين مهدت السيطرة على ليمان مهد الطريق باتجاه سلوفيانسك ثم إلى كراماتورسك في الجزء الشمالي من دونيتسك. هذه هي سلوفيانسك إذن كما نتابع. وكذلك قالت الوزارة الأوكرانية إن قواتها ما زالت تقاوم التقدم الروسي إلى سلوفيانسك، المدينة التي تبعد حوالي نصف ساعة جنوب غربي البلاد، ما يرجح أن يكون تمهيدا للمرحلة التالية من هجوم عسكري روسي على دونباس بحسب وزارة الدفاع البريطانية. إلى مدينة خاركيف هذه المرة، حيث زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذه المدينة من أجل تفقد الجنود والاطلاع على الوضع الميداني في أول زيارة له خارج نطاق العاصمة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية نهاية فبراير. وعقب انتهاء زيارته بدقائق سمع دوي عدة انفجارات في المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، ليخرج بعدها زيلينسكي ويقيل رئيس جهاز الأمن، والسبب عدم عمله على تعزيز دفاعات المدينة. على الدولة أن تعطي الضمانات وأن تبدأ بمشاريع كبيرة في المدن وأن تجد المال لذلك، لأنه في المدن سيجد المحافظون ورؤساء البلديات بشكل أسرع طريقة لتسيير البرامج الأوروبية المتعلقة ببناء المساكن وغيره. إلى كييف نذهب معنا من هناك حذيفة عادل المراسل العربية. حذيفة أهلا بك، بداية هل عاد فلاديمير زيلينسكي سالما إلى كييف؟
تحياتي صهيب. نعم بالفعل عاد الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن زار مدينة خاركوف وتحديدا المناطق المتقدمة للجيش الأوكراني في الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية لمنطقة خاركوف، والتي كما أفاد قائد المنطقة العسكري أن هنا 35% من المنطقة ومن المقاطعة بشكل عام تقع تحت سيطرة القوات الروسية، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المباني يزيد عن 2000 مبنى تم تدميرهم في المقاطعة. نعم. وأن الوضع في المدينة بشكل كبير وفي محيط المدينة حتى ما زال يعني صعبا جدا، والمدينة تعاني من مشاكل كثيرة وصفها اليوم حاكم المقاطعة وعمدة المدينة في خاركوف. وطبعا الجبهات المشتعلة صهيب كثيرة من ضمنها تفضل. نعم كنت أحب أن أضيف فقط أن الجبهات المشتعلة على الرغم من أن ليمان هي جبهة مشتعلة منذ فترة طويلة إلا أن قوات أن وزارة الدفاع الأوكرانية تقول أن هنالك اليوم انسحاب لبعض القوات المقاتلة القوات الروسية أعني المقاتلة. نعم. في ليمان انسحبت في اتجاه باخموت لدعم القوات الروسية في تلك المنطقة للمساعدة على حصار القوات الأوكرانية في باخموت. نعم غير بعيد عن هناك أسألك عن سيفرودونيتسك، هل تأكدت سيطرة الروس على هذه المدينة؟ نعم ما زالت سيفر دونيسك القتال يجري في مناطق مختلفة لا سيما في الضواحي الشمالية والشرقية لمنطقة سيفر دونيسك، وأيضا القتال في وسط مدينة سيفر دونيسك، ولكن ما زال القتال بين الجانبين ولم تسيطر القوات الروسية على المدينة بشكل كامل، والموقف بالنسبة للقوات الروسية ضعيف حيث أن القوات الروسية تحاول الإحاطة بالقوات الأوكرانية من جميع الاتجاهات، وهي حتى هذه اللحظة تنجح في ذلك وتحاول طبعا قطع الإمدادات عنها بشكل كامل، لكنها لم تسيطر على المدينة بعد. حذيفة عادل من كييف شكرا جزيلا.